السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير. إذا مرحبا بكم اليوم مع لي زيكزارسيس ديال لا لوسون لو موفمون الحركة. دونك باش نميتريزيو لا لوسون ديال لو موفمون بزاف، خصنا أول حاجة نكونو كنعرفو ليها مزيان، وهي تحويل ديال لي زونيتي ديال لا فيتاس مويان بيان لا فيتاس انستونطاني. يعني خصني نعرف نحول ما بين هاد الوحدات كاملين اللي كتشوفو هنا. دونك أولا عندي ليكزارسيس لا كيسيون الأول، فهاد ليكزارسيس الأول كونفيرتيغ اون كيلومتر باغ اور، يعني حول الى الكيلومتر على الساعه. اش غادي نحول؟ غنحولو هاد لي فالور هادو 10 متر بار سكوند، 240 متر بار مينوت، وهاد 685 سنتيمتر بار سكوند. يعني هادو ثلاثة خصنا نحولو كل وحدة فيهم كيلومتر على الساعة. ثم لا كيسيون الثاني، نحولو المتر على السكوند، غادي نحولو هاد لي زينيت. دونك في الغالب ديال لي زيكزارسيس تيكون عندنا الوحدات على هاد الشكل او على هاد الشكل، وخصنا حنا نحولوهم للمتر على السكون، لان لا فيتاس مويان لونيتي انترناسيونال ديالو هي متر بار سكون. كذلك في ليكواسيون دو موفمون خصنا نعوضو لا فيتاس بالمتر بار سكون، لهذا خصنا نميتريزو هاد الشيء مزيان. دونك اول حاجه نكونفيرتيو من المتر بار سكون للكيلومتر على الساعه. دونك عندنا 10 متر على السكون، اش غتساوي؟ دونك 10 متر على السكوند كتعني هي 10 متر مقسومة على 1 سكوند، هذا هو المعنى ديالها. فو 10 متر على السكوند كتعني 10 متر مقسومة على 1 سكوند. دونك هاد 10 متر انا فين بغيت نحولها؟ بغيت نحولها للكيلومتر. دونك من المتر للكيلومتر كنضرب 10 اس ناقص 3، ومن السكوند للساعة كنقسم على 3600. دونك هي 10 اس ناقص 2 مضروبة في 3600. علاش مضروبة في 3600؟ لاننا هذه عندنا 1 على 600، دونك غنضربو في المقلوب ديالها اللي هي 3600. دونك هي 10 اس ناقص 2 ضرب 3600. منين جاتنا 10 اس ناقص 2؟ 10 ضرب 10 اس ناقص 3 هي 10 اس ناقص 2. تري بيان. دونك 10 اس ناقص 2 ضرب 3600 غيمشيو لنا 2 الاصفار مع هاد 10 اس ناقص 2، تبقى لنا هي 36 كيلومتر على الساعه. اذا النتيجه هي 36 كيلومتر على الساعة. واضح؟ ان هذه خصكم تعلموا تميتريزيو هاد لي شوز. دونك عندي هنا 10 ضرب 10 اس ناقص 3، هادشي كتعرفوا في الرياضيات مزيان، راه تكتب على هاد الشكل 10، يعني هنا راه اس واحد هي 10 اس واحد ناقص 3، اذا هي 10 اس ناقص 2، لي نومبر غولاتيف. تري بيان، دوزو. من بعد عندنا 240 متر مقسوم بار مينوت، خصنا نحولوها الكيلومتر على الساعه. اذا نفس الشيء، هذا راه كيعني ان 240 متر على 1 مينوت. دونك هذه بالمتر نخليها، نحول المينوت للساعه، ثم نحول من المتر للكيلو متر. دونك من المينوت للساعه دونك كنقسم على 60 كما شفتوا معايا هنا، ومن من المتر للكيلومتر كنضرب في 10 اس ناقص 3، وبالتالي تولي هي 0.240 مضروبة في 60. هاد 60 هادي غنطلعوها الفوق لأننا عندنا 1 على 60، غتولي هي 0.240 مضروبة في 60 على 1 ساعة، كيساوي 14.4 كيلومتر باغ أوغ. هكا نكونو لقينا لا فالور أون كيلومتر باغ أوغ. واضح؟ تخي بيان. Ensuite عندنا 685 سنتيمتر بار سكوند، خصنا نحولوها للكيلومتر على الساعه، نفس العمليه. دونك هذه نحولوها للمتر، وهذه بالسكوند غادي نحولوها للساعه. دونك هذه باش نحولها من سنتيمتر للمتر غنضربو في 10 اس ناقص 2، غتولي لي 6.85. دونك 6.85 خصنا نحولوها، راه بالمتر خصنا نحولوها للكيلومتر، لاننا حولنا للمتر ثم عاد نحولها للكيلومتر. دونك هي نضربو في 10 اس ناقص 3، وهنا من السكوند نحول للساعة نقسمو على 3600، وغتولي نفس العملية كما درنا قبيلة، 6.85 نضرب في 3600 ضرب 10 اس ناقص 3، الغيزولتا هي 24.66 كيلومتر باغ اوغ. إذا هذه الطريقة ديال التحويل البسيطة. ثم عندنا 7.2 كيلومتر على الساعة، خصنا نحولها الآن للمتر على السكوند. دونك عندنا الكيلومتر، هذا اش كيعني؟ كيعني راه 7.2 كيلومتر على 1 ساعة. إذا
سبعة فاصلة جوج غادي نحولها للمتر، غادي نضرب في عشرة أس ثلاثة، غادي نضرب في عشرة أس ثلاثة، هنا عشرة أس ثلاثة، دونك سبعة فاصلة جوج مضروبة في عشرة أس ثلاثة مقسومة على 3600، دونك غتعطينا هي جوج متر بار سكوند. صافي، دونك هنا راه ممكن نمشي هادي مع هادي ونبسط الكتابة غنلقى في النهاية جوج. اونسويت عندنا 18 متر بار مينوت، خصنا نحولوها للمتر بار سكوند، دونك هادي راه 18 هي 18 متر على 1 مينوت، دونك 18 نخليها كما هي، المينوت غادي نحولها للسكوند، دونك غادي نضرب في 60، لأن واحد دقيقة في 60 سكوند، دونك هي 0.3 النتيجة. دونك هادي بسيطة جدا لكن خصكم تمكنوا منها. عندنا هنا 90 كيلومتر باغ أوغ، إذا هي 90 كيلومتر مقسومة على واحد ساعة، إذا باش نحول من كيلومتر لمتر غادي نضرب 10.3 وغادي نقسم على 3600، لأن واحد ساعة في 3600 سكوند، وبالتالي غادي نلقى الغزيلطة هي 25 متر باغ سكوند. عقلوا على هاد الميثود مزيان في التحويل ودائما خدموا بها باش تلقاو الريزلت صحيحة. تري بيان، اونسويت ليكزارسيس الثاني، عندنا اون فواتور سو ديبلاس، يعني واحد السيارة تتحرك سولون اون تراجيكتوار ريكسيلين. دابا ردوا البال معايا للمعطيات، دونك عندنا واحد المسار مستقيمي افيك اون فيتاس كونستانت، عندها واحد السرعة ثابتة، شحال كتساوي؟ كتساوي 90 كيلومتر باغ اوغ. نتابعو كيلومتر باغ اوغ، يعني خصنا نحولو للمتر على السكوند باغابوغ او ريفيرونسيال تيغيس، بالنسبة للمرجح الأرضي. كيلي لا ناتور دو موفمون، دونك أول سؤال شنو هي طبيعة الحركة، وهاد السؤال دائما تنتظروه في لي زيكزارسيس و في لي كونترول لي غادي ديرو في القسم. تروفي ليكواسيون اوغيغ دو سون موفمون ساشون كو لابسيس اتي تساوي زيرو اي اكس زيرو اتيكال 125 متر. إذا من بعد ما قال لي حدد طبيعة الحركة، قال لي القى سيدي ليكواسيون اوغيغ، يعني معادلة الحركة، فوقاش ساشون كو أن هاد لابسيس هذا اللي هو تي، لابسيس في لانستون تي كتساوي زيرو، يعني إكس زيرو كتساوي 125. حنا كنعرفو أن ديما لابسيس إكس زيرو راه عند لانستون تي كتساوي زيرو، واضح؟ دونك أول حاجة هي لا ناتور دو موفمون. لا ناتور دو موفمون، دونك عندنا لا فواتور سو ديبلاس سولون اون تراجيكتوار ريكسيلين، باش عرفتها هي قالها لنا هنا، دونك قالنا راه لا فواتور سو ديبلاس سولون اون تراجيكتوار ريكسيلين، زيد وشنو اخر؟ وقال لينا افيك اون فيتيس كونستانت، باش عرفت الفيتيس كونستانت؟ هاي كونستانت. دونك هذا اش كيعني؟ عندي تراجيكتوار ريكسيلين وعندي اون فيتيس كونستانت، دونك هادشي اش كيعني؟ دونك سو موفمون اي فوالا تري بيان ريكسيلين اون فوا، يعني حركة مستقيمة منتظمة. جيد، اونسويت لا كيسيون الثانية سيدي قال لك ليكواسيون اوغيغ، كيفاش كتكتب ليكواسيون اوغيغ؟ خاصها تولي عندكم بحال الكويز ديال اتاي، كتكتب على هاد الشكل اكس كيساوي في فوا تي بلس اكس زيرو، واضح؟ اكس كتساوي في لا فيتيس فوا تي لو طون فوا اكس زيرو، هو هذاك لابسيس اللي هضرنا عليه هو هذا. دونك هو عطاني اكس زيرو، شحال هي لا فالور ديالها؟ 125. دونك شنو خصني نعوض في هاد ليكواسيون؟ في هاد ليكواسيون كيخصني ملي كيعطيني ليكواسيون بهاد الطريقة، كيخصني نعوض اكس زيرو بالقيمة ديالها ونعوض في بالقيمة ديالها، وفي النهاية نحصل على واحد ليكسبريسيون على شكل اكس كتساوي واحد العدد مضروب في تي زائد واحد العدد. دونك كما قلنا اكس زيرو شحال كتساوي؟ 125، باش عرفناها هي عطالينا هنا. دونك هي اكس زيرو عندها 125 بالمتر، مزيان، دونك مغاديش نحولها، علاش؟ لان دائما هنا لينيتي خص تكون هادي، تكون هادي بالمتر، وهادي تكون بالسكوند يعني تي، وهادي تكون بالمتر على السكوند، وهادي حتى هي غادي نلقاوها بالمتر الا بغينا نحسبوها. راه اي حاجه ممكن يطلب مني نحسبها هنا كما غنشوف في لي زيكزارسيس. مزيان اسيدي، دونك ولكن لا فيتيس عطاها لنا بالكيلومتر على الساعه، وحنا خصنا يكون عندنا بالمتر على السكوند، دونك اش غنديرو؟ نحولو كما شفنا قبيلات بطريقه كالتالي. دونك هادي بالكيلومتر غنحولوها للمتر، نضربو في 10 اس 3، وهادي عندنا بالساعة غادي نحولوها للسكوند، دونك كل ساعة راه فيها 3600، دونك هي هاد القيمة مقسومة على هادي، دونك هي 25 متر بار سكوند. تخي بيان، إذا دابا عندي لا فيتاس موين هو 25، وعندي إكس زيرو هي 125، غادي نجي نعوض في ليكواسيون، وبالتالي غنلقى ليكواسيون ديالي على شكل في 25 و إكس زيرو 125. هادشي كنظن انه سهل بزاف، كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي. ندوزو ليكزارسيس 3، عندنا ليكواسيون او، دابا انتبه معايا، هو في هاد ليكزارسيس هذا هو عطانا ليكواسيون
horaire. L'équation horaire de mouvement d'un mobile M selon une trajectoire rectiligne est. Donc, où est l'équation de mouvement? شنو عطانا؟ عطاها لنا مكتوبة موجودة، هادشي اللي كنقولو كنقلبو عليه حنا في العادة، لكن هو الآن عطاني لنا موجود. إكس أون متر، إي دونك هادي أون متر وهادي أون سكوند. مزيان، كيلي لا ناتور دو موفمون؟ أول حاجة وكيما قلتلكم دائما السؤال، شما هي طبيعة الحركة؟ جوستيفي تا ريبونس مع تعليل الجواب. السؤال الثاني، كيلي لابسيس دو موبيل أو انستون تي كتساوي زيرو؟ فين هو لابسيس؟ لابسيس راه هو هذا. واد اكس شحال غيكون هاد اكس ملي تكون تي تساوي زيرو؟ يا تي ملي تكون تي تساوي زيرو، يعني نجي تي ونعوضها بزيرو، وملي تكون تي كتساوي جوج سكوند كذلك نجي نعوض تي بجوج سكوند. هادشي بسيط بزاف، تبعو معايا باش تعرف الطريقة. دونك 3 اكي لانستون لو موبيل باستيل باغ لو بوان دابسيس اكس زيرو؟ لاحظوا معايا الان دابا قال لي شنو هي ديك لانستون، يعني تي شنو هي اللحظة تي لي غادي يكون فيها الموبيل في اكس كتساوي زيرو، يعني نجيو نعوض هاد اكس بزيرو ونلقى لا فالور ديال تي. ما نسبقوش الاحداث، نبداو نجاوبو على لا كيسيون الاول. لا كيسيون الاول قال لك اسيدي لو موفمون دو بوان ان اي ريكتيلين اون فورم، علاش؟ اول حاجه قال لي لا تراجيكتوار ريكتيلين، دونك هي ريكتيلين سي كلير اون فورم، يعني لا فيتيس كونستانت. ثلاثه دونك لا فيتيس اي كونستانت كار لا تراجيكتوار اي ريكتيلين اي سا فيتيس اي constante. Ça fait sa vitesse est constante. Voilà. Très bien. La question tienne. La question tienne, quelle est l'abscisse de mobile à t égale 0? À t égale 0, x que tu sais, 4 fois 5 mètres. Ça fait, je sais pas. Je sais pas, c'est bien. C'est clair? Yani, on va aussi le calculer, je vais le calculer bien. Donc الطي كتساوي زيرو، يعني إكس اش غتساوي؟ هي تلاتة مضروبة في زيرو ناقص أربعة فاصلة ناقص أربعة فاصلة خمسة. علاش الستة كتساوي زيرو؟ لأن قالينا الطي كتساوي زيرو، دونك خصنا نعوضو حنا الطي كتساوي زيرو، دونك إكس شنو غتساوي؟ دونك إكس غتساوي ناقص أربعة فاصلة خمسة. شنو ربعة ناقص أربعة فاصلة خمسة؟ متر. هنا ناقص أربعة فاصلة خمسة متر. وفي الانستان سي كتساوي تي كتساوي دو سكوند، هي هادي لافالور. سمحوا لي واحد الدقيقة باش تبان ليكم مزيان، حيد هادي. فهمنا من جاتنا حنا ديك ناقص ربعة فاصلة خمسة. دونك في الانستان تي كتساوي جوج نفس العملية، عندنا حنا اكس اش كتساوي؟ كتساوي تلاتة تي ناقص ربعة فاصلة. إذا سيدي ملي تكون تي تساوي جوج، يعني تي غادي نعوضها بدو، دونك هي تلاتة فوا فوا دو ناقص ربعة فاصلة خمسة، دونك تلاتة في جوج هي ستة ناقص ربعة فاصلة خمسة، دونك هي شحال؟ دونك هاد القيمة هنا راها خاطئة، دونك ستة ناقص ربعة فاصلة خمسة، دونك ستة اللي حيد منها ربعة بقاو جوج، حيد منها فاصلة خمسة، دونك هي واحد فاصلة خمسة. حنا شنو كنحسو دابا؟ كنحسبو اكس، دونك هي 1.5 متر. دونك هذا هو اكس في الانستان تي تساوي 2 سكوند. تري بيان. من بعد شنو طلب منا؟ من بعد في لا كيسيون 3، ا كي لانستان لو موبيل باستيل باغ لو بوان دابسيس اكس 0؟ دونك هنا راه خصني غير نفهم، ملي كنفهم كنكون فاهم اش كندير، كنأمر كتبسط، اما لما كنتش فاهم راه كتبان لي الشينويه. دونك عندي الانستون تي، انا دابا كنقلب في الانستون تي اللي سهل تنقلب عليها، دابا كنقلب على تي شحال كتساوي، ملي كان اكس كيساوي زيرو، دونك ملي غيكون اكس انا اش كنعرف؟ عندي ديجا عندي اكس كتساوي 3 تي ناقص 4.5. ملي تكون اكس كتساوي زيرو، يعني اكس غادي نعوضها بزيرو، دونك 3 تي ناقص 4.5. دونك كتولي ليكسبريسيون على هاد الشكل، كتولي 3 تي، ندوز هادي لهنا تولي هي 4.5. هذا يعطيني ان تي كتساوي 4.5 مقسومة على 3. متفقين معايا ولا لا؟ نعم، تبارك الله عليكم. دونك النتيجة غادي تكون هي 1
1.5 سكوند. واضح؟ دونك النتيجة هي 1.5 سكوند. Très bien. Ensuite, nous faisons l'exercice rab. On lance un cavalier sur un banc à coussin. يعني on lance un cavalier qui est juste dans un coussin d'air horizontal. On va enregistrer les points. C'est clair? Pendant des intervalles fois le مجالات ديال الزمان successifs متتابعه et égaux متساويه. عندنا طو كتساوي 40. تابعوا لي المعطيات مزيان. دونك عندنا طو كتساوي 40 ملي سكوند. On obtient l'enregistrement suivant à l'échelle 1 sur 2. يعني ان كل واحد سنتيمتر شحال كيساوي؟ 2 سنتيمتر. هذا هو المعنى ديال كل واحد سنتيمتر كيساوي 2 سنتيمتر. دونك هذا هو الاشيل 1 سور 2. ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ام 5 ام 1 فين هو 1 سنتيمتر؟ ها هو قال لنا هذه هي 1 سنتيمتر. دونك هذا في الاشيل هو 1 سنتيمتر، اما نورمالمون راه هو 2. علاش؟ لان الاشيل راه فوا 1 سور 2، يعني كل واحد سنتيمتر فيه جوج. بريسيزي لا ناتور دو موفمون. دونك اول حاجه ديما كما قلت لكم هذا السؤال انتظروه ووجدوا ليه. اذا بما ان هذا اوريزونتال كما كتشوفوا لو موفمون راها ريكسيليناريا مستقيميه، وبما ان هاد لي زانترفال متساويين هنا 40 ملي سكوند هنا 40 هنا 40 هنا 40، دونك ان هاد لو موفمون راها ريكسيلين اونيفورم. لو موفمون اي ريكسيلين اونيفورم بجوج حوايج. الحاجه الاولى كما كنشوف ان هاد التراجيكتوار راه ريكسيلين، والحاجه الثانيه ان لا فيتاس راه كونستانت لان لي بوين المسافه بيناتهم متساويه. تري بيان. من بعد اسيدي طلب مني في لا كيسيون الثاني كالكولي لا فيتاس انستونطاني. فين نحسب هاد لا فيتاس انستونطاني؟ نحسبو في ام 1 في ام 3 وفي ام 5. دونك اول حاجه خصنا نكون عارفها هي ان لا فيتاس انستونطاني شنو كيساوي؟ كيساوي ام اي موانز 1 ام اي بلس 1 سور 2 طو. دونك هاد واحد وهاد ثلاثة وهاد خمسة يعني هما اي. ملي كنبغي نحسب الفيتاس في هاد البوان كنعوض اي بواحد. دونك كنعوض اي هنا بواحد ونعوض اي هنا بواحد، تولي هنايا زيرو هنا جوج. صافي تري بيان. دونك بصفة عامة في ديال واحد لا فيتاس في هاد البوان ام واحد غيكون هو في واحد كيساوي شنو؟ ام زيرو ام دو. حنا مباشرة كتبناها، يعني ملي نعوض هنا بواحد غنلقانا زيرو، ملي نعوض هنا بواحد غنلقانا جوج. دونك هي ام زيرو ام دو على جوج طو، وممكن نكتبها تي دو موان تي زيرو، تاهي كتابة صحيحة. تري بيان. دونك المسافة ما بين ام زيرو و ام دو شحال كتساوي؟ فين هي المسافة ام زيرو؟ نتبعو لهنا، هاهي ام زيرو هي هادي. دونك ام زيرو هي هاد البوان و ام دو هي هاد البوان. شحال هي المسافة بيناتهم؟ دونك المسافة ما بين هنا لهنا هي 1 سنتيمتر، والمسافة ما بين هنا لهنا هي 1 سنتيمتر. دونك المسافة هي 2 سنتيمتر، لكن لي شير قال لي 1 سور 2، يعني راه 2 سنتيمتر غادي يكون فيه 4، هادشي علاش غنضربو في جوج. دونك جوج فوا جوج على جوج طو، جوج ها هي، و طو هي 40 ملي سكوند. دونك هادشي شنو غيساوي؟ هادشي غيساوي 4 ضرب 10 أس ناقص جوج. مني جينا ل 10 أس ناقص جوج حولنا من سنتيمتر للمتر، وهنا جوج في 40 هي 80، مني جينا ل 10 أس ناقص 3 حولنا من الملي سكوند للسكوند. واضح؟ تخي بيان. دونك النتيجة هي 0.5 متر/ثانية. تخي بيان. أنسويت عندنا في 3 نفس العملية، يكون هو ام 2. إذا كما كتلاحظوا دائما ملي كنبغي نحسب مثلا أنا في 3 كناخذ نقطة بالنسبة لا ديستونس، كناخذ النقطة اللي قبل منها هي ام 2، والنقطة اللي بعد منها هي ام 4. دونك شنو هي النقطة اللي قبل ام 3؟ هي ام 2. شنو هي النقطة اللي بعد منها؟ هي ام 4. ها هي ام 3. شنو النقطة اللي قبل منها؟ هي ام 2. النقطة اللي بعد منها هي ام 4. دونك كندير دائما نشوف ام 3 ندير ام 2 ام 4، نشوف مثلا ام 5 غندير ام 4 ام 6، نشوف ام 7 غندير ام 6 ام 8 انسي دو سويت. دونك المسافة ما بين ام 2 ام 4 تقرا هي هذه نفسها، دونك مقسومة على هذه طا طا طا، دونك هي 0.5 متر/ثانية. غنلقاو نفس النتيجة. تخي بيان. بقى لينا نحسبو لا فيتاس في البوان ام 5. نفس الشيء غنديرو في 5، دونك غنساوي ام 4 ام 6
مقسومة على T6 موان T4 اللي هي M4 M6 مقسومة على 2 طور طو اي المسافة ما بين M4 و M6 هي 2 سنتيمتر فوا 2 دونك هي 4 10 اكسبونون فوا 10 موان 2 علاش لان حولو سنتيمتر للمتر مقسومة على جوج مضروبة في 40 دونك هي 80 حولو من ملي سكوند سكوند دونك هي 80 ضرب 10 ناقص 3 كيساوي 0.5 النتيجة. Très bien. Donc la vitesse est constante. La vitesse est constante. Waha. Hna hsebna hadchi. Soual tani représenté avec une échelle convenable. Had les vecteurs V5, V3, V1. Qal li khassni nmetelhom asidi fin ghadi nmetelhom? Ghadi nmetelhom min tabi'at lhal fi had l'enregistrement, fi had tsjil. Shnu ghadi nmetel? Ghadi nmetel hna fi V1 M1 و في 3 غادي نمثلها هنا في ام 3 و في 5 غادي نمثلها في ام 5 صافي دونك خصنا نمثلو بواحد ليشيل كونفونابل. دونك اول حاجه ليشيل كونفونابل هو كالتالي دونك حنا عندنا لا فيتيس مويان هو 0.5 متر بار سكوند دونك الا خديت 0.25 متر بار سكوند شحال يكون فيها؟ يكون فيها 1 سنتي متر دونك في غادي يكون هو 1 سنتيمتر سي كلير دونك لا فيتيس هو 1 سنتيمتر تري بيان دونك نجيو لهنا نجيو لونجسترومون ديالنا انا شنو بغيت نمثل بغيت نمثل في ان شحال لقيتها كتساوي لقيتها كتساوي 0.5 متر بار سكوند وجيت لقيت ان كل 0.5 متر بار سكوند غنختار السلم المناسب ديالو هو 1 سنتيمتر لكن باش نمثل في ان خصني اول حاجه لوريجين ديالها لوريجين ديال هاد الفيكتور هادي دونك بما انني كنهضر على في ان لوريجين ديالها غيكون هو ام ان دونك لوريجين ديالها هو هذا سي كلير. ثاني حاجه خصني لا ديريكسيون لا ديريكسيون غيكون هو هاد لا دروات اوريزونتال هذا كي روجوان هاد لي بوين هادو اللي كيجمع هاد النقط كاملين ثم من بعد لا ديريكسيون خصنا لو سونس لو سونس غيكون في منحى الحركه والمحركه غادا في هاد المنحى هذا هو المنحى ديال الحركه ثم خصنا مع لا نورم ديالها اي الطول ديالها الطول ديالها راه قلنا يكون 1 سنتيمتر لان الفيتاس كيساوي 0.5 متر بار سكوند وحنا خدينا كل 0.25 متر بار سكوند خدينا 1 سنتيمتر لكن بما ان عندنا ليشيل 1 سور 2 راه كل 0.5 متر بار سكوند غادي يعطينا 1 سنتيمتر تري بيان دونك حنا عرفنا وبالتالي التمثيل ديالها يكون على هذا الشكل دونك هذه هي في 1 الطول ديالها 1 سنتيمتر في 2 ماشي في 2 في 3 اللي طلب منا نفس العمليه دونك لوريجين ديالها يكون هو ام 3 تكون غادا في هذا لو سونس طول ديالها يكون 1 سنتيمتر كذلك ام 5 لوريجين ديالها يكون هو في 5 عفوا لوريجين ديالها يكون هو ام 5 طول ديالها يكون 1 سنتيمتر وغادا في هذا لو سونس دونك هذه هي ام عفوا في 5 تري بيان لا كيسيون اللي من بعد ليكواسيون اوغيغ il s'écrit sous la forme v كتساوي t بلس x 0 لكن واش نطلب منا نرجعو باش نعرفو لي ديتاي دونك اون كونسيدير ام 0 هي لوريجين دو ام ام 2 تبان معايا ام 2 هي لوريجين ديالاش ديال لي زابسيس سي كلار دونك ملي تنقول ام 0 هي لوريجين دابسيس يعني راه في ام 0 غيكون اكس في ام 2 اكس كيساوي 0 هذا هو المعنى ديالها لوريجين ديال لي زابسيس اي ام 0 هي لوريجين دو روبير دو طون وكذلك في ام 0 غيكون تي كيساوي 0 هذا هو المعنى واضح تري بيان يعني في ام 0 غتكون تي كتساوي 0 وفي ام 2 غتكون اكس كتساوي 0 هذه مهمه بزاف تري بيان داكور دونك هاد الطابلو هذا هو الاهم بالنسبه لينا خصنا نعرفو نحسبوه دونك اول حاجه كندير لي بوزيسيون ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ثم كنجي كنشوف ديك لانستون تي لي عطاني قال لي انستون لوريجين ديال لوروبير دو طون ديال المعلم ديال الزمن هو ام 0 قال لي راه في ام 0 كون تي كيساوي 0 كما شرنا من قبل في ام 0 كان لو طون كيساوي 0 دونك في ام 1 يكون طو في ام 2 يكون جوج طو في ام 3 يكون 3 طو في ام 4 يكون 4 طو ثم قال لي راه لوريجين ديال ليسباس هو ام 2 يعني راه في ام 2 اكس كتكون كتساوي 0 دونك الا كانت ام 2 هنا
هذا هو الزيرو، دونك شحال تكون هذه؟ دونك هذا ولا هو المنحى السالب، دونك هنا تكون موان زان، حنا قلنا راه كل سنتيمتر فيه جوج، دونك غادي تكون موان دو، وهذه تكون موان كاتر، دونك هي هذه موان دو سنتيمتر موان كاتر. وفي هذا السونس دونك في ام 3 شحال تكون؟ إلا كانت هنا زيرو دونك هنا تكون دو، وهنا تكون كاتر، وهنا تكون سيس، وهنا تكون ويت، دونك هذا هو المعنى ديالها. سي كلاغ، فين هي سيس فين هي كاتر؟ حنا وقفنا في ام 4، دونك حنا وقفنا هنا. دونك اش كنجي كنلقى ان الموبيل اكس، الموبيل في ام 0 كان لابسيس ديالو هو موان 4 سنتيمتر، دونك هذا هو اكس 0. دونك اكس 0 توجور كنلاحظو ملي كتكون تيك تساوي 0، دونك هادي تيك تساوي 0. دونك انا لقيت اكس كتساوي 0، بقى لي لا فيتيس. موين لا فيتيس حنا حسبناه شحال مرة، حسبناه 3 المرات وبقيناه كونستونت. دونك غادي نكتبو ليكواسيون دو موفمون ديالنا. دونك اكس 0 قلنا راه هي كتكون الانستون تيك تساوي 0، دونك اكس 0 راه هي ناقص 4 سنتيمتر. دونك ناقص 4 سنتيمتر غنحولو للمتر، تاني 0.04 متر. دونك اكس 0 هي 0.04 متر، دائما كونفيرتي للمتر لابسيس. تري بيان، دونك ليكواسيون اوغيغ دو موفمون تكتب على هاد الشكل. عندنا لا فيتيس هو 0.5، حنا عوضنا بالقيمة ديالو هو. ثم عندنا اكس 0 نحولها من سنتيمتر للمتر، دونك هي ناقص 0.04 متر. دونك لا فيتيس عفوا ليكواسيون دو موفمون هي هادي. كنتمنى تكونوا فهمتوا، ان شاء الله في لي زيكزيرسيس الجايين غنشوفوا حالات اخرى. ما تنساو تشاركوا لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم كاملين، وتشتركوا في القناه، والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.